صباح الخير. احنا النهارده في وادي نطرون بنصور 40 فدان. ١٣ فدان برتقان صيفي. بسم الله ما شاء الله على المحصول. ده البرتقان الصيفي. ده البرتقان الصيفي. الشجر بسم الله ما شاء الله محمل. فروع نايمة اهو زي ما انتوا شايفين. المحصول اللي عليه بسم الله ما شاء الله، وربنا يبارك لصاحب الزرع. زي ما انتوا شايفين الفروع، فروع نايمة. ١٣ فدان برتقال صيفي، ١٥ فدان مانجا كيت، ١٢ فدان محاصيل. ويا رب الفيديو يعجبكم. معلش ان الهوا شديد، انا على قد ما اقدر بنداري الهوا. ده البرتقال الصيفي ١٣ فدان برتقال صيفي، ١٥ فدان مانجا كيت. الأرض بتروي جاز، والمحول قدامه شهرين ويدخل كهرباء. مية ٤٥٠، ملوحة المية ٤٥٠. دافعين الرسوم بتاعت الكهرباء. وقدامها شهرين الكهرباء تكون موجودة في الأرض. أرض خلصت تمن، معلاش أي جنيه. ده البرتقال ودي المانجا ١٥. دي المشاية اللي بينها وبين البرتقال. دي مانجا كيت ١٥ فدان مانجا كيت. زي ما انتوا شايفين المانجا ايه. مانجا لسه صغيرة، عمر ست سنين، وفي عمر أربع سنين، ومثمرة كلها. Thank you.
دول 40 فدان وادي نطرون، ارض خالصة معلاش اي فلوس للدولة. ملوحة المية 450، ملوحة المية 450. الأرض بتروي غاز ومقدمين على الكهرباء ودافعين الرسوم بتاعت الكهرباء. قدامها شهر ونص أو شهرين بالكثير هتكون الكهرباء وصل الأرض. شايفين الزراعة يا بسم الله ما شاء الله. دي العمر الصغير 4 سنين، المانجا الكيت. الأرض تربة حمرة بتمسك المية تروي يوم ويوم، حاجة بسم الله ما شاء الله عليها. هندخل على الأرض الفاضية.